كل مرة بخش فيها المطبخ بحس إن أنا داخلة تحدي جديد. هل ينفع أطلع حاجة يكون طعمها حلو، شكلها حلو، وأهم حاجة إن هي تعجب الولاد؟ الوصفة دي نجحت معايا بجدارة، بالرغم إن الوصفة دي أكتر وصفة حطيت فيها حاجات مغذية جدا من غير ما يحسوا بيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتعودتوا معايا على الوصفات السهلة والسريعة والصحية، أما بقى الوصفة دي عدت كل المقاييس. عارفين لما تاكلوا كوكيز طعمه حلو جدا جدا وكمان مغذي مناسب للأطفال بشكل مناسب لينا، بيدينا نشاط، هيرفع الهيموجلوبين، هيرفع الحديد، مليان حمض الفوليك، فوائد لا حصر لها. يلا نخش ونشوف هنحتاج ايه. كل اللي هنحتاجه النهاردة الفراولة، برقوق، البنجر او الشمندر، وطبعا كل الحاجات دي فيها فيتامين سي، ولكن انا حابه ادعم برضو بعصير ليمونه، هحطه على الحاجات دي، وكمان هحلي بالتمر. متخيلين كميه الفوائد ومضادات الاكسده وشايفين اللون هيبقى عامل ازاي؟ يلا تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. عندي الاربع انواع من الفواكه دي، ولو ما طلعش طعمهم حلو انا هحط نكهه الفراوله، ولكن خلوني بس الاول ايه اظبط كل حاجه وادوق الطعم في الاخر. لو احتاجت اوكي، لو ما احتاجتش يبقى مفيش داعي منها، لانها برضو يعني حاجه مش صحيه. فهبدا اول حاجه بالبنجر او الشمندر ده اللي انا هقشره واقطعه صغير علشان هديله سلقه خفيفه جدا. وبقيه الحاجات يدوب البرقوق هشيل منه البذر، والتمر كمان هشيل منه النقى، وهجيب كده حوالي نص كوبايه من الميه في اي حاجه تتحط على النار، وهدخل البنجر او الشمندر ان هو يستوي شويه على النار. يعني بصوا 5 دقايق بالظبط وهو متغطي عليه عشان بس ايه يتهرس معايا كويس جدا. يلا نحطه على النار. ده بيكون شكله يعني لما ادخل الشوكه فيه كده الاقيه استوى، مش لازم بنسبة 100%، ولكن يعني ايه يكون دخل كده في السوى. ويلا نعمل ايه، هنحط كل الحاجات على بعض. كمية الفواكه نقدر زي ما احنا بنحب. الحقيقة ان طعم التمر ده تمر سكري طعمه رائع جدا مع الوصفة دي. استعملي نوع التمر اللي انت تحبيه. هحط كمان برقوق، هحط 2 وحوالي كوباية من الفراولة، وسواء كانت فراولة متجمدة او فراولة فريش اللي عندك استعمليه. طبعا هو موسم فراولة دلوقتي فاستغليه. بعد ما هضرب الحاجات دي بالهاند بلندر او بالخلاط هبتدي ادوقها، لو لقيت طعمها يعني مش حلو قوي ممكن احط من نكهة الفراولة اللي هي بتتباع في اي مكان بيبيع ادوات او حاجات الحلويات، او هستغنى عنها. انا الحقيقة استغنيت عنها لان الطعم لقيته رائع جدا جدا، يعني من برقوق لبرقوق بيختلف من فراولة لفراولة. زي ما احنا عارفين الفواكه مش دايما بتكون عندنا كلنا زي بعض، عشان كده حطيت الاوبشن بتاع النكهة، يعني نقطتين ثلاثة كده من النكهة ممكن يخلوا طعم الفواكه دي حلو جدا. ولكن الحمد لله ده طبيعي كده طلع حلو عندي، وده الشكل شايفين شكله، يعني مش عارفة اقول لكم انا دقته لقيت طعمه عامل ازاي، طعمه رائع. متخيلين بقى لما نحول الكلام ده لكوكيز؟ فانا كده خلاص مش هحتاج النكهة دي خلاص، وكل اللي هحتاجه عصير من الليمون، عايزه بس ايه معلقه تقريبا. وعلشان النهارده الماده الدهنيه تكون مفيده جدا تعلي النشاط وتعلي الحرق كمان، هستعمل زيت جوز الهند. زيت جوز الهند من الحاجات اللي دايما بتكلم عليها ومقتنعه بيها جدا، وفرق معايا في حياتي الشخصيه بشكل يعني بيديني نشاط وطاقه. طيب ده الشوفان، ودلوقتي انا طحنته عشان احصل على دقيق الشوفان عن طريق اللي انا بجيب خلاط ناشف تماما وبحط فيه الشوفان يتطحن. ودلوقتي انا عايزه في الوصفه النهارده 2 كوباية من الشوفان المطحون. خلاص كده فاضل حاجه او حاجتين كده هقول لكم عليها. دي عباره عن نص معلقه صغيره من الكربونات او البيكنج سودا، وبعدين هحط كمان رشه من الفانيليا ورشه من الملح. الفانيليا دي خام من غير سكر، شايفين كده. عايزه اقول بقى ان احنا نقدر نسكر الكوكيز ده على حسب ذوقنا. انا حطيت 7 تمرات على الكميه المهوله اللي هي هتطلع حوالي يعني 50 قطعه هيطلعوا. اول حاجه دوبت فنجان من زيت جوز الهند، وده اللي هستعمله في وصفه النهارده. الاول هحط الحاجات الجافه، هحط 2 كوباية من الشوفان، وبعدين هحط عليه البيكنج صودا ورشه الملح ورشه الفانيليا ونقلب. طيب الليمونه دي عايزين عصير
معلقة واحدة بس كبيرة منها، ممكن نزود شوية لو احنا عايزين. كمان احط فنجان من زيت جوز الهند، وبكده الكوكيز ده هيكون نباتي و صحي جدا لأبعد الحدود زي ما هنشوف دلوقتي. عايزة كوباية من الخليط اللي احنا عملناه بتاع الفواكه، اللي هي كانت فراولة وبرقوق وتمر والبنجر او شمندر، كوباية ناقص مكون واحد هحطه بعد شوية، عشان انا كنت عايزاها تبقى عاملة ايه يعني زي الريد فيلفت كده. فهحط بعد شوية، هحط معلقتين من الكاكاو، مش هحطهم دلوقتي لان عايزة اللون ما يبقاش يعني ايه متجانس قوي معاها. طيب اي حاجة فيها شوفان، انا مش هخبز الكوكيز ده دلوقتي، هسيبه حوالي ربع ساعة كده في المطبخ عادي خالص على الكاونتر عادي، وبعدين نشوف هنعمل ايه. بعد ربع ساعة شايفين كده لونه غمق شوية وتماسك، طبعا هحط معلقتين كبار من الكاكاو الخام، نوع كاكاو خام يكون نوعه كويس عشان يديني طعم حلو. احنا بنساعد بحاجات تكون جودتها عالية عشان تديني فايدة وطعم احلى بكتير. طيب انا بقلب كده بجد من دلوقتي، هو ريحته حلوة من دلوقتي اقدر ادوق، يعني هو ما فيهوش اي حاجة يعني ما تقولش يعني ممكن ما يدقش فيها، يعني ما فيهوش اي حاجة نية، فممكن ادوق في المرحلة دي واشوف. والله عجبني، لقيته مسكر خلاص اوكي، لسه عايز سكر ممكن احط تمرتين ثلاثة كمان، او دبس تمر او عسل، يعني بصوا اعملوا اللي انتوا تحبوه، المهم اللي انتوا توصلوا لطعم يكون على ذوق ولادكم. يعني ايه ما تجيش انت مثلا بتعملي دايت وتقومي عامله الكميه كلها وتشيلي التمر وتقولي لا انا عايزاه يبقى مش مسكر، يجي الولاد ياكلوه وهم متعودين على حاجات مسكره ما يعجبوش ما يعجبهمش. فايه فخليكوا وسط كده، اعملوا حاجه تكون مناسبه لذوقكم. يعني انا مثلا حطيت 7 تمرات ينفع الكل ياكل منه خلاص، يعني هو مسكر سكر معقول فهيعجب الولاد. طيب بالفرض انت عملتي سكره قليل جدا وعايزه تدوقيه لاولادك، هتعملي ايه؟ ممكن تغمسيه في شوكولاته، يعني بعد ما يستوي تحطيه كده في شوكولاته، تغرقيه كده في شوكولاته فهيحبوه جدا، هيبقى عامل زي ما يكون كده شوكولاته كده من جواها كوكيز، رائع جدا. طريقه التشكيل نسيت اتكلم وانا عماله ارغي كده، هتجيبي اي قالب سيليكون عندك او شكليه بالشكل اللي انت حباه، بنحطه وبناخد الشكل من القالب وبعدين بنسويه في الفرن عادي. طبعا هتجيبي اي صينية وتحطي عليها ورقة زبدة، مش لازم تدهنيها خالص، مش بيلزق ابدا. شايفين شكل القلوب ده؟ ده كده عملت كل الكمية، كمية طبعا كبيرة لاني عاملاه مش كبير حجمه، يعني مش كبير ولكن بجد بجد رائع جدا. طيب هدخله الفرن على درجة حرارة 180، هيقعد حوالي من 25 دقيقة ل 30 دقيقة. بعد كده هطفي الفرن وهسيبه جوه علشان ياخد قرمشه من بره، ومن جوه كده بيكون طري كده ومندغ وحلو جدا جدا. شايفين شكله؟ ريحته تجنن، يعني مش عارفه اقول لكم عجبني ازاي وعجب الولاد ازاي. لو عندكم بقى اولاد صغيرين زي حالتي كده، عندي بنتي عندها يعني ايه 2.5 سنين كده، عجبها بشكل يعني مش عارفه اقول لكم، الله اكبر ما شاء الله، عجبها جدا. فانا كده ضمنت ان هي يعني طول اليوم ما بتاكلش حاجه، فلو كلت حاجه زي كده بكون انا مبسوطه جدا بصراحه. دلوقتي هنقدمه وهكتب لكم المقادير على الشاشه. اتمنى وصفه النهارده تكونوا متحمسين ليها جدا زي ما انا متحمسه كده، ولازم تجربوها. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني، ومع السلامه.